حياكم الله مشاهدينا. مثل ما شفتوا معانا اليوم، معانا قامة وهرم من أهرام الكويت وشيخ المعلقين والصوت الذهبي، معانا أكيد الإعلامي والرياضي المهم في تاريخ الكرة الكويتية والإعلام الكويتي الأستاذ خالد الحربان. مساك الله بالخير ويوسف. حياكم الله ومساكم الله بالخير ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم طيبين ومشكورين على الدعوة. حياك الله بيتكم. تقبل الله طاعتك، منورنا اليوم في برج الحمراء بهاللقاء الجميل وأكيد الصوت الجميل اللي ما ننساه. جول ولا مو جول؟ حياك الله معانا. الله يسلمك ويخليك ويبارك فيكم، وشكرا على هذا المكان الطيب الحبيبي اللي انا ما زرته الا لاول مره الان ومعاكم الان. لك ذكريات بالحمراء هنا، ايش رايك فيه؟ ايش رايك بمول الحمراء الفاخر، الاجواء والموسيقى الحيه معانا؟ والله هذه انا اعتبرها جراه من تلفزيون دوله الكويت بحيث انه يعمل هذه البرامج الفضائيه على الهواء، وبالفعل في ضيوف في ايضا بعض الاماكن مشغوله فيها ناس، فهذا شيء طيب. نعم. طيب، وهذا تفاعل مع الناس، واليوم تفاعل زاد ويانا ويوسف بوجودك اليوم. يمكن صعب اليوم اقول حق المشاهدين نحصر مشوارك وتاريخك الاعلامي والرياضي المهم، لكن بنخلي الحديث يكون ذكريات وسوالف بسيطه. ولا يهمك ولا يهمك. نبي نبدا بشهر رمضان الكريم اللي احنا موجودين اليوم في مثل هذه ايامه، يعني ايام شهر رمضان شنو تذكر من الذكريات سواء في الدراسه بمصر أو من خلال تعليقك على المباريات الدولية والمحلية، شنو أهم الأحداث اللي تذكرها في هذا الشهر؟ طبعاً الأحداث الأولية لما كنت أنا بالفعل طالب أدرس في القاهرة التربية المدنية، كان رمضان بسيط عندنا هنا، وكنا إحنا في منطقة اسمها حلوان، وحلوان تبعد عن القاهرة مكان بعيد، فكانت الدراسة كان معي زملاء، كان الله يعطيهم طولة العمر إن شاء الله، علي السبتي وحسين مكي والله يرحمه دكتور أحمد السرهيد، كان زملاء وكنا مع بعض نصوم رمضان ونحط القبضة مع بعض، وبالتالي يعني كنا سعيدين جدا في مثل هذه الأيام. ذكريات جميلة خلال رمضان. ودنا نسأل عن أهم مباريات علقت عليها في شهر رمضان. شوفي، في شهر رمضان أول الدوري عندنا في الكويت كان ما يوقف، كان يلعبون في شهر رمضان وبالنهار يعني مو بالليل، فكنت أنا أعلق على هذه المباريات، وكانت مشكلة أنك أنت صايم وتبي تعلق، وبالفعل استطعت أني أكمل أول مباراة ما أفطر، لكن بعدها قلت حق الإخوان في التلفزيون وفي الإذاعة، كان إذاعة أيامها، لهم أرجوكم لا تكلفوني في رمضان لأني أنا صايم وما أقدر وأبي ماي، فيوم الأيام قلت أنا عطشان وأبي ماي وعلى الهواء. فيعني هذه من الذكريات الطيبة ومن الذكريات، لكن أيضا كانوا اللاعبين الله يرحمه فاروق إبراهيم واللاعبين كانوا لاعبين صايمين، كانوا صايمين، كان عند ما شاء الله عليهم ناس مطوعة وملالوة، فبالفعل يلعبون كمون المباراة وهم صايمين. كان نلعب على أندية الكويت نادي العربي والقادسية والأندية الكبيرة في الدوري، وكان اللاعبين صايمين. يعني استاذ خالد، يعني ما بقى مباريات عبد الله عالمية ولا دولية ولا محلية اللي علقت فيها، ودنا نعرف شلون سر التعليق هذا، شنو سرك، سر التميز بتعليقك أختي حتى بالمباريات العالمية؟ أختي مشكورة طبعا، أنا أولا يعني مثل ما تقول سعيد الحظ، اليتيم الأبو والأم سعيد الحظ، ويت سعيد الحظ في الكرة. نعم. فتعليقي أنا في مباريات الدوري الكويتي، الدوري الكويتي كان أيامها دوري كبير، أنا من كم يوم كنت في قطر الصور، رحت أزور ملعب كأس الخليج اللي لعبنا فيه في قطر في ذلك الوقت. الذكريات الطيبة الموجودة اليوم قطر ما شاء الله، والدول العربية طبعا صارت ما شاء الله الكرة، لكن كرة القدم أذكر يمكن جاسم يعقوب
جاسم يعقوب سجل أول هدف في كأس الخليج في سنة 70 السبعينات لما لعب أول مباراة لعب أول بطولة لعب لا مو 70 في الدورة الثانية لأن جاسم ما لعب في الدورة الأولى لعب في الدورة الثانية حضرتك علقت بالدورة الأولى أنا أول مرة. علقت في الدورة الأولى نعم الدورة الأولى علقت والدورة الثانية فكان جاسم يعقوب سجل هدف على أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي في ذلك الوقت اللي ترك الآن ولكن كان حارس مرمى كبير أحمد عيد وسجل جاسم يعقوب هذا الهدف الجميل في خلال كأس الخليج نعم. يعني هذه البداية دام تكلمنا عنها في السبعين بديت ويوسف مع تعليق في كأس الخليج هل يعني كان الحظ خادمك بأنك الخليجي الوحيد بين مجموعة من المعلقين العرب وقتها؟ كان في الأول عندنا معلقين عرب بالفعل من مصر عندنا وعندنا من واحد فلسطيني وكان من الكويت فوزي جلال هو مدير القناة الرياضية والمعلق وكان المعلق الرياضي طبعا المرحوم اللي هو عبد العزيز الخطيب عبد العزيز الخطيب معلق كويتي معلقين لكن لحسن الحظ تواجد بيني وبينه واللي اتاحت لي فرصه اني انا اكون موجود واخذ بعض المباريات ولو كان موجود عز خطيب ما كنت انا موجود في تلك اللحظه لان عز خطيب كان معلق جيد معلق ممتاز وكان مهنته طيار طيار عسكري فبالتالي لما كان يشغل كطيار كنت انا الوقت فاضي فتيحت فرصه لي اني انا اكون معلق بديل وبالتالي تيحت لي الفرصه والحمد لله وجاتني كأس الخليج في الكويت وكأس الخليج طبعا جماهير كبيرة وجماهير انشغفت تشوف كأس الخليج والحمد لله وبرزت في هذه البطولة نعم تميزت وذكرت عن جيل قديم جيل ذهبي من المعلقين ودنا نعرف استاذ خالد الحربان شنو اللي ينقص جيل المعلقين الحاليين عشان يتميزون مثلكم يعني ما شاء الله أصواتكم ما ننساها قول ولا مو قول هذه ما حد ينساها فشنو اللي ينقصهم الحين الجيل الحالي احنا طبعا نتمنى لهم التوفيق وبالتالي هذا طريق طويل يعني الشباب اللي طالعين في مجال التعليق المفروض يصبرون على روحهم وتألقون التألق الطبيعي لا شك أن وزارة الإعلام على مستوى وزارة الإعلام كوزير كمسؤولين يتقون الفرصة لمجال الشباب في تعليق المباريات أو أي عمل في التلفزيون نعم. أنا أتكلم على الجانب اللي أنا فيه كمعلق نعم. يجب أن يكون الصبر الصبر وبعدين العملية عملية تخصص نعم. عملية اختيار نعم. اختار هذا المعلق يكون مناسب لهذه المباراة يعني معلق كرة السلة يعني أنا درست كرة السلة نعم. وكنت رئيس اتحاد كرة اليد لكن ما قدرت أعلق نعم. كرة اليد نعم. وأنا رئيس اتحاد كرة اليد نعم. لكن علق كرة القدم لأني أنا لاعب كرة قدم جات لي الفرصة نعم. وفقت فيها في المباريات الجماهير البطولات كانت وهذه نعم. اللي خلاني والحمد لله أتميز نعم. في هذا الشكل مع التميز بالجانب الرياضي أيضا بالجانب الإعلامي في نبيك تفوز احنا اليوم عندنا لك مفاجأة ونبيك جميلة. تفوز بهالمفاجأة إيه؟ وتكون مفاجأة سارة بالنسبة لك شوفها عندنا معنا عندنا مفاجأة لك شوفها معنا ان شاء الله السلام عليكم سلمين هلا هلا ويوسف هلا يعني بلدك بس خلينا نضحك يا بولك اخوك ما تدري وين حياك الله سلطان الماجد سلطان الماجد منورنا اليوم ان شاء الله ايش رايك بهالمفاجأة السعيدة اليوم لو قايل لي ما جيت يدري فيني انا اقول له التلفزيون تكفى اول لقاء تلفزيوني يجمعكم مع بعض اول لقاء علي المايت اول ظهور وحيدك وحيدي اخوك وحيدي والله اول ظهور اعلامي
يعني شكرا لك ما قصرت على حضورك انتو. اليوم في غبقتنا غبقه الحمراء. واكيد يشرفني وجودكم بس انا والله يستاهل لما يستاهل ما تدري في كم مره يقول لي تلفزيون ما اقول اعذرني من الرياضه هذه مفاجاه كبيره الحمد لله ان شاء الله علشان نبي نبدي بالذكريات الحين منو الاكبر نبدي وياه والله عاد هو كيف نبدي بالاكبر هو الاكبر مقاما مني لا لا هو الاكبر سنا نعم اكبر سنا بيننا بنيه بعد الله يخليها ان شاء الله الله يحفظكم يا رب امنا واحده امنا واحده بس ابونا غير ابونا يختلف وخالد الحربان انا سلطان المايت سلطان علي المايت والنعم فيكم شرطي ها وطقني بالعصات وهو شرطي ابوه والله اي مكان نبي نتكلم شوي عن هالذكريات اليوم شنو تقول لنا ابو علي عن خالد الحربان الاشياء اللي احنا اليوم ما نعرفها لاول مره بنعرفها منه والله كل شيء ابو يوسف يعني هو الطيب كله فيه وال ايش تبون يعني من اي درر اسرار اسرار لا اسرار ما عنده الحمد لله الريال مكشوف عندكم من الست اواخر الستينات ويطلع بالتلفزيون الطفوله والمراهقه لا لا الطفوله كده تدري شويه بس صارت فرقه كان هو ربع الا طلعنا لما راح يدرس بالقاهره اي رحت على فاجأته وقعد 5 سنين بالقاهره رحت هذيك السنة بقعد عندنا المفاجأة هذه كان يصير الحرب اليوم بداية 5 حزيران هذه اللي كان صار لها الحين اليوم كم صارت 50 سنة بالضبط اليوم تكمل 50 سنة لا تبني لا صار منها هذه أنا قاعد يسألوني أبو يوسف الإعداد على تاريخ ميلادك في الجواز يقولون مو مكتوب 44 19/11 1944 بس يقولون في قصة وراء هالتاريخ هذا في قصة ما ودنا نعرف قصة تاريخ ميلادك تاريخ ميلادي احنا اولاد تبيوت تدري قبل بس نعرف بالضبط قالوا لنا تدري اول اهلنا يمشون على الاحداث اللي واحد سنه البطاقه واحد سنه المجلس واحد سنه هذا بس حسب ما حددوا لنا هو 44 وانا 46 بس يقولون جوازك ما كان فيه التاريخ عاد هذا كيف شوفي كنت تذكر استاذ سلطان لا هذه عاد كيف بينه وبين الرياضه كيف كان لاعب يمكن لا يبي يسقرونه وبيكبرونه يجوز هذه في بطوله صارت خارجيه وكانت بطوله منقوله للدول العربيه كنت مرشح انا مع زميل الاخ يوسف سيف من قطر ومعلق معنا زميل سعودي فكانت في في مو في أمريكا لا في دولة أوروبية صعب الحيل اسمها كولومبيا أو كذا وكانت مباراة منقولة للدول العربية نعم وكانت منقولة لاتحاد الدول العربية نعم فطلبت أنا كمعلق من الكويت إيه سافرت ومعاي معلق زميلي اللي هو السيف كان من قطر وهو معلم لما جيت بسرعة صارت العملية والإجراءات التصوير وإجراءات السفر لما جيت المطار أنا جوازي ما في تاريخ ميلادي فجينا ماشيين سجلوا اللجنة اللي قاعدة طلعوا جواز وضحكوا ما في شو السالفة؟ طلعوا جواز الثاني اللي معي السعودي دخلوه ايه انا اخروني قلت انت اي تاريخ مولود؟ قلت والله ما ادري الجواز ما في تاريخ ميلاد ما في تاريخ ميلاد جوازك اي تاريخ مولود؟ لازم تعلمه قلت لهم كيف؟ حطوا التاريخ اللي تبونه وانت موافق ما تهم من الضحك هذه يمكن قصه الجواز حضرتك تكمل بيوسف تفضل إيه؟ إيه؟ فالمهم عشان كذي البطوله كانت 19/11 هذه البطوله قلت لهم حطوا عام 1944 فصار عيد ميلادي مع البطوله 11/11 مع البطوله خلاص يوسف من مواليد منطقه شرق وانتقلت بعد وفاه الوالد الله يرحمه الى المرقاب بعدها بسنتين اليوم احنا بنفس هالمنطقه يعني اليوم برج الحمراء نفس ايام سينما الحمراء والفردوس نبي هالذكريات شنو تذكر منها بالاجواء الخاصه بهالمكان ايام المرقاب اسال اخوي سلطان
ايام شرق سال اخوي خالد يعني هو عشت انا بين المطب وبين المرقاب وهو انا بالمرقاب انا كنت صغير ما اذكر يعني بيني وبينه بعد ما توفت والد الله يرحمه كل منهم راحوا شرق انا بس ظليت بتواصل معاهم يعني بسبوع مرتين او وانا صغير نذكر ذكريات الحمراء سينما الحمراء عاد هذه افلام اجنبيه وسينما الفردوس اللي احنا قاعدين فيها هذه افلام هنديه ابو يوسف فينا يعني والحمد لله كانت فترة يعني شبابنا ومراهقتنا أكيد بيوسف فيها كذا أيام تونس لا ما صرت أيام سوق الحمير لا عن هذه لا إحنا نبي سألت عن الحمرة والفردوس اللي قاعدين فيهم الحين هذه كانت الفردوس تعرض أفلام هندية بس والحمرة أفلام أجنبية وأفلام عربية كنت تحرص بيوسف تحضر الأفلام والله أنا أحضر لا والله حضر ويوسف أبو علي أبو علي حفظ ما شاء الله عليه أنا حضر ويوسف على ذوقه بالأفلام إيه نعم حضره ساعات لا ربع عش يعني هو تدري أكبر مني ما يوديني ما ذي بيدك شوفهم يعني كل صغير خلي إذا سينما بيوت والهذا يوديني بس سينما هذه ما يوديني ربع غير وأنا ربع غير اللي بسنة يعني يطري عليكم هالأيام إيه لا وين يطري علي يعني ذوقه مو بس حلو بالأفلام ذوقه بالأناقة ما شاء الله بعد هذا يعني قاعد نشوف يعني عبد الحليم حافظ بس الدشداشة خالد الحربان ما نشوفه يلبسها ما يكبوا علي شاف يوسف يوسف طلع بالأول أوائل السبعين دشداشة نبي سر الدوق طلع يعني التلفزيون. ما شاء الله صح. سابق جيلة سابق جيلة عبدالله شرايك ايه والله ما شاء الله عبدالله يعني شوف الكرفتة نتعلم منك أكيد استاذ لا عاد هذه عاد مسكت وين متعلم الذوق مكلفة هذه مكلفة لا والله من يوم كان مصر من يوم طالب علمك كان يلبس احسن من احنا نروح سواح وهذا يلبس البنطلون ما شاء الله قبل شوف لون الكرفتة قبل يصير مذيع يعني ما عليك هو يوم الايام اجبر على الدشداشه وقتها قال شنو موضوع يعني هذه معرفة هذه طبعا ما حد ينسى العهد اللي كان فيه وزير الاعلام الشيخ يابر رحمه الله عليه الحقيقه قالوا ليش يبغى الحربان يطلع بنطلون في برنامج مع الطلبه خلوا يلبس دشداشة شيخ يابر العلي كان وزير إعلامية كنا طال عمرك رحت دوري قابل كان إبراهيم مراقب التلفزيون إبراهيم يوسف كان مراقب التلفزيون استأذنته قلت له أنا بطلع يعني تعرف دشداشة كل ساعة أقول حق الطلاب صح راح لعقار مخرج عبد الله أحمد الله يرحمه استوب وقف تصوير وعيدوا يلا على ما عدلوا لعقالك بالتالي عدلوا لعقال فقالوا ما يصير انت البس بنطلون الشيخ يابر هلا لازم دشداشه كل يطلعون بالتلفزيون دشداشه المهم تعود على قال المهم قلت له عقال فاشتكيت عنده بعدين قال لي بس مسموح الحربان هو اللي يلبس بنطلون من غير اطراف حسوا فيك حسوا فاعطوني الحريه بس ما شاء الله متميز وانيق سواء بالدشداشه ولا بالبدله انت اكيد اللي تحليها وجودك وحضورك شكرا لك استاذ سلطان الماجد على حضورك اليوم اكيد فاجات ابو يوسف عزيز انا قايل لو لاول مره اول ظهور اعلام يعني لنا الشرف علشان ابو يوسف ولا لو دق علي تكون معنا اليوم في غبقه دق علي بالبيت والله دق علي وصلا قلت له قال لي عندك ساعتين فكر المعد نبي نفاجئ اخوك قلت والله اخوي يستاهل كم مره قال لي قلت له انا رياضه تلفزيون بيوسف فخرني شرفنا ونورتنا لكن ابو يوسف عزيز وهذا والله ما يجي ام علي شوف الحين ام يوسف شوف ترى اختي شوف اختي شوف الله يعطيك العافيه شكرا لكم شكرا شرفتونا ونورتونا اليوم في غبقه الحمراء شكرا بعد شرفنا هذا الحديث الجميل وياكم ما ينمل تكملون ويا ابو يوسف وصلنا حق الختام يعني مشوار يوسف مشوار كبير ما نقدر نختصر يمكن بهالدقائق نبي نشكركم اليوم على وجودكم الله يعطيكم الف عافيه خير لا خليك ويانا تكون مع غبقتنا احنا راح ننتقل ان شاء الله عندنا حلويات خليك حياك هذا الفاصل الى ديوان مشاهدينا بعد هاللقاء الجميل مع الاستاذ خالد الحربان وهالذكريات الجميله ننتقل الحين مع فقره الديوانيه معانا اليوم ديوانيه غبقه محافظ الاحمدي معالي الشيخ فواز الصباح